بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب في هذا الصباح من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، لتعلن انطلاقة شوطنا الثالث للقعدان المحليات الأصايل. لننطلق مع حضراتكم مع انطلاقة هذه الشعارات الحاضرة وهذه الأسماء المتواجدة داخل حنايا هذا الميدان. مقدمة الشوط والمركز الأول، أتابع الانطلاق من شاهين المحتل الصدارة. هنا سعيد بن بخيت بن ناصر العامري على أول المراكز، مقدما لنا شاهين وانطلاقاته. المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات من الواعي مطر بن غانم بن مسفر المنصوري مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات من الأسد عبد الله بن حمد بن حميدان المنصوري. ورابع الأسماء، رابع التحديات، التواجد من الحذر لسعيد بن علي بن مرزوق المنصوري مع رابع الأسماء، ينطلق بشعاره، ينطلق بأدائه مع المركز الرابع المركز الخامس. الحضور في هذه الأثناء من دمعان القادم سعد بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، بينما أتابع المركز السادس في هذه اللحظات، التواجد والانطلاق من شايم محمد بن سالم بن علي بن وحير الدرعي القادم مع سادس الأسماء. الجذاب مع المركز السابع في هذه اللحظات، وشعار أيضا عاطف بن عطية بن حسن القرشي من يقدم لنا انطلاقة الجذاب مع المركز السابع. ينطلق في هذه اللحظات بمتابعة هذا الشعار راشد بن حلفان المري من يقدمه بسعيد بهذا الانطلاق بهذا الأداء، بينما المركز الثامن الحضور والانطلاق والتواجد من فجاج سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي مع المركز الثامن. المركز التاسع في هذه الأثناء التواجد من الوسمي بشعر راشد بن حمد بن مصبح بن فارس الشامسي، وعاشر الأسماء عاشر المنضمين والمنطلقين هنا مشكور حمد بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي القادم مع المركز العاشر المقدم لمشكور مع عاشر التحديات وعاشر الأسماء. العودة من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى التحدي الأول مع هذا الصراع ومع هذا النزاع ما بين الأسماء وما بين الشعارات الحاضرة والمتواجدة. الانطلاق ما زال مع شاهين، الاندفاع مع الصدارة، والانطلاق المميز بشعار سعيد بن بخيت بن ناصر العامري، ولكن المركز الثاني والخطورة، الخطورة من شايم لمحمد بن سالم بن علي بن وحير الدرعي من يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثالث والحضور والتواجد في هذه اللحظات من الحذر سعيد بن علي بن مرزوق المنصوري من يقدم لنا شعاره، بينما المركز الرابع القدوم في هذه الأثناء يتواجد الواعي، ينطلق الواعي في هذه الأثناء مطر بن غانم بن مسفر المنصوري مقدما لنا شعار، مقدما لنا انطلاق شعار مع المركز الرابع. المركز الخامس القدوم والحضور في هذه الأثناء من الأسد عبد الله بن حمد بن حميدان المنصوري مع المركز الخامس، يقدم لنا الأسد وانطلاقاته، الأسد واندفاعاته، بين
بينما أتابع المركز السادس الحضور من فجاج سعيد بن منانة بن غدير الاجتبي قادما مع سادس الأسماء. المركز السابع مشكور الحاضر مشكور المتواجد هنا حمد بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي قادما مع سادس الأسماء في هذه الأثناء ليتقدم وينطلق بهذا الانطلاق. المركز السابع الحضور والتواجد من دمعان سعد بن عنزان بن خاتم بن عنزان النعيمي من يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثامن والحضور من مربش أول نداء لمربش أول حضور لمربش محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري قادما وحاضرا بهذا الحضور مع المركز الثامن. المركز التاسع التواجد في هذه الأثناء من غازي لخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي قادم مع المركز التاسع. المركز العاشر التواجد في هذه الأثناء والحضور من شاهين عامر بن محمد بن عبيد المزروعي مقدما لنا شاهين وانطلاقاته شاهين واندفاعاته مع المركز العاشر. العودة من جديد بعد أن قضينا هذا النداء النداء الثاني، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول. الصدارة هناك والانطلاق ما زال مع هذا البطل شايم المنطلق شايم المندفع على الصدارة محمد بن سالم بن علي بن وحير. الدرعي ينطلق الدرعي يندفع بهذا الاندفاع الكبير بهذا الاندفاع الجميل وشعاره مميز شعار شايم ينطلق في هذه اللحظات. المركز الثاني شاهين القادم من الجانب الأيمن ومع المركز الثاني يندفع بهذا الشعار شعار سعيد بن بخيت بن ناصر العامري قادما مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور في هذه الأثناء والتواجد من الواعي القادم مع ثالث المراكز. يتقدم مطر بن غانم بن مسفر المنصوري مع المركز الثالث بالأداة ينطلق بالعروض يندفع. المركز الرابع القدوم والحضور والتواجد من الحذر الحذر قادم مع المركز الرابع سعيد بن علي بن مرزوق المنصوري قادم وحاضر مع المركز الرابع. المركز الخامس التواجد في هذه الأثناء من الأسد عبد الله بن حمد بن حميدان المنصوري يندفع بهذا الأداء يندفع بهذا العرض. المركز السادس شعار بن منانة قادم مع فجاج لينطلق في هذه اللحظات. سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي أيضا بن بيشان مع المركز السادس في هذه الأثناء لينطلق مع شعاره، بينما أتابع الحضور أول نداء للشامي أول حضور للشامي نايح بن راشد بشاو الغفري يقدم لنا شعاره يقدم لنا الشامي لينضم إلى هذه الكوكبة لينضم إلى هذه الكوكبة الكبيرة الحاضرة في هذا الصباح في عاصمة الميادين. العودة من جديد العودة إلى الصدارة وإلى التحدي الأول. الانطلاق مازال مع شاهين المنطلق بكل قوة السلالة الشاهينية الشهيرة تنطلق في هذه اللحظات تنطلق نحو الفوز نحو الناموس نحو الانتصار. يقدم لنا شاهين وانطلاقاته سعيد بن بخيت بن ناصر العامري انطلق العامري انطلق مالك شاهين الكيلو الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير يا مالك يا مالك شاهين يا مالك السعيد.
السلالة الشاهينية، من ينطلق بهذا الأداء، من ينطلق بهذا التحدي. المركز الثاني الحضور من الواحي، مطر بن غانم بن مسفر المنصوري، بن بيشان حاضر، بن بيشان قادم مع مشكور، بن منانة مع فجاج. الأربع الأسماء الأولى، الأربع الشعارات الخطيرة والكبيرة، ما بينهم ما بينهم الفوز والانتصار. مع هذا الانطلاق، مع هذا التحدي، الواعي لمطر بن غانم بن مسفر المنصوري، وفجاج مع بن منانة، مع بن منانة، ولكن المنصوري، المنصوري، المنصوري ما زال، ما زال مع التحدي، ما زال مع الانطلاق. يقدم لنا شعاره، يقدم لنا الواعي، الواعي، واعي، واعي وصاحي من أجل الفوز، من أجل الانتصار. شاهين والواعي، الواعي وشاهين، وفجاج ومشكور، ولكن راح، راح المنصوري، راح مع الواعي. مطر بن غانم بن مسفر المنصوري، سلام، سلام واحترام لهذا الشعار الكبير والمميز. المركز الثاني وصل شاهين لسعيد بن بخيت بن ناصر العامري، والمركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام فجاج سعيد بن منانة بن غدير الكتبي. المركز الرابع وصل اللي هو مشكور حمد بن محمد بن فهد العجمي، والمركز الخامس وصل مشوش لسيف بن مسفر بن راشد العميمي. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار الكبير، شعار الواعي لمطر بن غانم بن مسفر المنصوري على هذا الفوز والانتصار الكبير والمميز في هذا الصباح. توقيته ولحظات وصوله 12 دقيقة 49 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. بينما المركز الثاني أصل شاهين لسعيد بن بخيت بن ناصر العامري، توقيته ولحظات وصوله مع المركز الثاني 12 دقيقة 50 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث فجاج لسعيد بن منانة بن غدير الكتبي، توقيته 12 دقيقة 50 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. بينما المركز الرابع كان الحضور من أيضا مشكور لحمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مع المركز الرابع 12 دقيقة 51 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. بينما المركز الخامس وصل مشوش لسيف بن مسفر بن راشد العميمي، قدم لنا شعاره مع المركز الخامس، توقيته ولحظات وصوله مع خامس المراكز. نتابع وإياكم 12 دقيقة 57 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله.